السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذا نحاول نشرح دابا لو شابيتر 3 بور لي تخوازيام اني كوليجيال انترناسيونال، يعني الثانية إعدادي دولي. العنوان ديال الدرس هو لي موليكيل اي لي زاتوم، يعني الجزيئات والذرات. إذا في هذا الدرس نحاول نشوف أول فقرة لانتربريتاسيون بارتيكولير دي كونستيتيون دو لير، يعني نشوف التفسير الدقائقي ديال المكونات ديال لا. حنا كنعرفوا لا اي كونستيتي دو ديوكسيجين اي دو ديازوت، كنعرفوا حتى لو بورسونتاج ديالهم. بحال مثلا لو ديوكسيجين ريبريزونت 20% اي لو ديازوت ريبريزونت 80%، الى هملنا دوطخ غاز ياك كما فايتنا درناها ديك المره. دونك غنحاولوا نخدموا دابا هذا الشيء. اكتيفيتي اوبسيرفاسيون، يعني نشاط للملاحظه. نحاولوا نديروا هذا النشاط هو ان ناخذ واحد القاروره ان بوتاي كونتيان دو لير، يعني فيها دو لير. واخا الا مشينا قدرنا درنا مثلا او نيفو ميكروسكوبيك، يعني داكشي اللي قريتي بالنسبه للموديل بارتيكولير لا، غنشوفوا انه هاد اللي بالزرق راهما كيتسموا موليكيل دو ديازوت. علاش ديازوت؟ لان الديازوت هو كيمثل 80% دونك، ولا نقدروا نقولوا 78% الا كانت عندنا 1%. بطبيعه الحال هاد الزرقين غيكونوا هما الديازوت، بالنسبه لهادو اللي بالاحمر غيكونوا هما ديال الديوكسيجين. دونك موليك هادو كيتسموا دي موليكيل. دونك الا بغينا نقولوا دابا نقولوا ان لير اي كونستيتي دو كوا، لير اي تان غاز، دونك اي كونستيتي دي موليكيل. هادي هي اللي عندي دابا الخلاصه، ان الهواء يتكون من جزيئات. Donc interprétation, donc les gaz sont constitués de particules appelées molécules. Ça veut dire qu'on a l'air ou là un gaz quelconque rafi qui est composé de les molécules. Deuxième point autre. بالنسبة لهاد المجموعة اللي كتمثلي قلنا هادي راه موليكيل دو ديازيد، هادي موليكيل دو ديازيد اللي حسبنا هنا لقاو عندنا 8. احنا غنعاود نستعملهم من بعد. هادو هاد المجموعة كاملة جمعتهم كيعطوني ان غاز كيتسمى لو ديازوت. دونك لو ديازوت سي كوا لو ديازوت؟ دونك لو ديازوت اي كونستيتي دو كوا؟ دي موليكيل كيتكون من جزيئات، من جزيئ موليكيل ديال لو ديازوت. اذا عندي النقطه الاولى لو ديازوت اي كونستيتي دي موليكيل دو ديازوت. نفس الطريقه هذه المجموعه الثاني هذا هو لو ديوكسيجين. لو ديوكسيجين دونك سي ان غاز اي كونستيتي دو كوا؟ دي موليكيل دو ديازوت. بحال مثلا هنا عندي دو يعني دو موليكيل دو ديازوت. دونك لو ديوكسيجين اي constitué de molécules de diazote. Et هنا راه عندي غير دو فقط، هنا عندي 8. دونك هادشي اش قلنا حنا لو غاز اي كونستيتي دي موليكيل. نقطة أخرى بالنسبة غنشوفو دابا لو بورسونتاج دو شاك غاز. حنا كنعرفو واحد الحاجة، حنا دابا عندنا بحال عندنا جوج أنواع، عندنا دو تيب، يعني عندنا لو ديازوت و لو ديوكسيجين. دونك حنا في البورسونتاج يعني في النسبة خصني نلقى أنا هنايا عندي 80% و هنا عندي 20%. دونك هنا شنو عندنا؟ إلا خدينا هاد لابوتي كاملة إلا حسبنا شحال فيها من موليكي، شحال فيها من جزيئة. هنا عندي هاد المجموعة فيها 8، 1 2 3 4 5 6 7 8، وهنا عندي جوج، هنا 1 2 3 4 5 6 7 8، وهنا عندي جوج هي 10. دونك عندي 10، باش نعمر انا هاد القارورة خاصها 10 لي موليكيل. الا درت اكثر من 10 هذيك ال 11 ما تقدرش تدخل لي هذيك القارورة، يعني باش نعمر خاصها تكون عندها 10 لي، يعني 100%. يعني الا درت اقل من 10 ما تكونش عندي 100%. دونك عندي دي موليكيل ريبريزونت 100%، هادي الاولى اللي عندي. دونك غنشوف دابا بالنسبه للديازوت شحال عندي من ديازوت. هنا عندي قلنا عندنا 8 ياك، عندي 8 موليكيل. دابا غنشوفوا البورسونتاج ديالو، عندي نقول غنديروا لا ريغل طو 3، 8 في تولي 8 في 100% سيغ 10. كنديروا هذه في هذه مقسومه على هذه، دونك غتعطيني سيغ 100. ولا شنو 8 في 100 راه هي 800 سيغ 10، يعني 10 غتعطيني، غنختازلوا على هذا تبقى لي 80%. اذا 80. ندوزو دابا لو ديوكسيجين. لو ديوكسيجين نفس الطريقه، عندي دي موليكيل ريبريزونت 100%، ها هي عندي. دونك شحال من موليكيل عندي ديال لو ديوكسيجين؟ عندي جوج. دونك هنا غنكتبو جوج. دونك نشوفو لو بورسونتاج ديال لو ديوكسيجين. واخا حنا كنعرفو راه 20%، حيت 80 خاصها 100 راه خاصها تكون هنا 20. دونك غنديرو جوج جوج في 100 100 نفس الطريقه سيغ 10. دونك هنا عطاتني سيغ 10 2 فوا 100 تعطيني 200، ها هي 200 سيغ 10
هي اللي عندي غنختازل 210 راه تعطيني 20%. دونك هنا استنتجنا بان لير ايتا ميلونج دو موليكيل، قلنا دونك لير راه فيها لي موليكيل، دونك ايتا ميلونج خليط من جزيئات، دونك il contient principalement يعني دو ديازوت في 80% بيناها اي 20% دو ديوكسيجين، يعني ثنائي الازوت وثنائي الاكسجين. دابا ندوزو لنقطه اخرى بالنسبه سيغ دي موليكيل دار، دونك il y a 8 موليكيل دو ديازوت، حنا دابا درنا 10، ممكن نديرو حنا اكثر غير من 10 8 منهم راه كيكونوا من ديال لو ديازوت. علاش درنا هنا 4.5؟ حيت فين شفنا هاد العاده، شفنا في الدرس اللي فات بان 4 على 5 كتعطيني 0.8 و 0.3 ضربتها في 100 عطاتك 80%، ودو موليكيل ديال ديوكسيجين يعني 1/5 يعني الخموس، يعني درتي 1/5 قسمتي 1 مقسوم على 5 عطاتك 0.2 ضربتيها في 100 عطاتك 20%. ندوزو دابا دو نوسيون داتوم اي موليكيل، نبداو بالاتوم واخا نركزو دابا اكثر على الاتوم. الاتوم ندير واحد لاكتيفيتي اكسبيرمونطال باش حنا نفهمو كاع اكثر، واخا نشرح لك دابا هاد الاتوم. عندي هنا هادشي كامل اون كوبون لا ماتيير اون بوتيت مورسو بوي اون ديكوبون سوسي اونكور اي اونكور اون فيني ainsi par atteindre la plus petite unité possible qu'on ne peut être divisé. يعني اش المعنى ديالي؟ شنو هي؟ ناخذ واحد ان مورسو دو بابي هادي اون كوب اون كوب اون ديفيز اون ديفيز، يعني نبدا نقطع نقطع دون اونكور اي اونكور ما نقطع جيسكا اوبتونيغ ان مورسو كي نو بو با اتر ديكوبابل نو بو با اتر ديفيزي. هاي فين هي؟ دونك ما تقدرش تقسم ليا، هذاك كيتسمى بلاتوم. دونك لاتوم هي اللي دونك هذاك البابي راه ماده، دونك ايتا ماتيريو، دونك يعني لا ماتيير اي كونستيتي دي بارتيكيل ابولي دي اتوم. اذا هذه النقطه الاولى، دونك لا ماتيير اي كونستيتي دي بارتيكيل انفينيمون بوتي يعني اكستريمون بوتي يعني صغار بزاف ما نقدرش نشوفهم بالعين المجرده، دونك سون ميكروسكوبيك دونك ابولي اتوم. النقطه الاخرى ان اتوم اي لا بلو بوتيت بارتيكيل دو لا ماتيير انديفيزي، يعني خديتي واحد لا ماتيير مثلا واحد مثلا مثلا اون بلاك صفيحه دو فير ولا اون بلاك دو الالومنيوم ولا مثلا ديال لو كارطون ولا لو بابي ولا شي حاجه، لا بلو بوتيت بارتيكيل يعني دقيقة صغيرة اللي كتكون هذيك المادة هي كتسمى لاتوم، يعني كتكون انديفيزيبل يعني غير قابلة للتقسيم او للتجزيء. نقطة اخرى، لاتوم ايتين بارتيكيل ميكروسكوبيك نو بو با اتر اوبسيرفي با لوين، هذه راه شرحتها لك، اذا ما كنقدرش نشوفها بالعين المجردة. نقطة اخرى، دونك ان اتوم ميزور اونفيرون 0.1 نانومتر، دونك يعني نانومتر كتساوي 10 10 لا بيسونس موان 9 متر. بمعنى اخر بان لاتوم لاتوم الشكل ديالها كيكون سفير، حنا غنشوفوا هادشي من بعد، بان لاتوم بحال نقدروا نقول القطر ديالها هو 0.1 نانومتر، يعني الا درنا 0.1 نانومتر هي 10 بويسونس موان 10 بويسونس موان 9 يعني 0.1 في 10 اس ناقص 9، 0.1 شنو هي؟ 10 اس ناقص 1، 10 اس ناقص 1 و 10 اس ناقص 9 هي 10 اس ناقص 10، يعني القطر ديال هاد لاتوم كيكون هو 10 اس ناقص 10 متر، يعني واحد القطر اللي هو صغير بزاف، يعني هادشي علاش ما نقدروش نشوفها بالعين المجرده. ندوز دابا لو سامبول اي موديل دو لاتون. واخا اول حاجه نبداو بلو سامبول، دونك بور ولا مودي ولا لو موديل، دونك بور كومبروندر لورغانيزاسيون دو لا ماتيير، حنا كنعرفو لا ماتيير اي كونستيتي دي بارتيكيل قلنا ابولي دي اتوم، يعني هذيك لا ماتيير قلت لك انا مثلا بلاك مثلا من الحديد كتكون من لي اتوم، ما نقدروش نشوفو بالعين المجرده. دونك لي سيونتيفيك ريبريزونت لي اتوم باغ دي مودي، يعني لي سيونتيفيك دوك العلماء اللي ديال الذره مثلا هما اللي قالوا باش يفهموا ديك في كيفاش دايرين هذوك لي زاتوم في لا ماتيير، قال لك نحاولوا نمثلوهم بواحد الحاجه، هذاك التمثيل ديالو كيتسمى موديل يعني نموذج، هذاك النموذج الشكل ديالو سفيريك يعني كروي دو كولور ديفيرون، يعني كل اتوم نعطوها لون. هادشي نعطيكم مثلا في الامثله، مثلا ناخذوا الامثله اللي في الغالب اللي كيتحطوا مثلا في الفروض، دوك مثلا عندي لو كاربون، الكاربون كنعرفوا كيكون في لو فيزان يعني في الفاخر كيكون اللون ديالو اسود، شي حاجه تحرقات ليك عرفها راه هي لو كاربون، دونك كتكون من لو كاربون، دونك غنديرو كرة لونها اسود، دونك اون بول نوار، مثلا هيدروجين اون بول بلونش، لوكسيجين كنديرو اون بول غوج، لازوت اون بول بلو، اي لو كلور اون بول
فيغ فيغت. دونك هادو هما لي موديل كيتسموا لي موديل دو لاتوم. دونك لو موديل دو لاتوم دو كاربون هو ايتين بول نوار هكا. يعني قلنا لك مثلا طوني موا مثلا او بيان ديسيني لو موديل دو لاتوم مثلا دو لازوت، اشنو غادير؟ غادير هذيك البول وتلونها بالازرق. هذا كمثال. اذا هادو خصك تحفظهم. وكنلاحظوا بالنسبه للهيدروجين لاتوم كتكون صغيره صغار مقارنه مع الاخر، يعني كل اتوم عطيناها لون. ندوز دونك قلنا حنايا ان اتوم اي ديزيني باغ ان سامبول شيمي، هادي غنشرحها حتى هي باش 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 حاجه اخرى ثاني باش درنا داروا لاتوم انه عطاو كل اتوم عطاوها سامبول رمز كيميائي. إذن كيفاش كنكتبوا هذا الرمز؟ لو سامبول دان اتوم اي ريبريزونتي كيمثلو باغ لا بروميير لتر دو سون نو لاتا اون ماجيسكيل. واخا كناخذوا الاسم اللاتيني، دونك عندنا الاسم مثلا بالفرنسيه مثلا، وكناخذوا الحرف الاول ويكتب كبير، يعني خصك تكتب اونغرا يعني ماجيسكيل. بارفوا ايلي سويفي دو دين لتر اون مينيسكيل، نقدروا نزيدوا واحد الحرف ثاني ونزيدوا هذاك الحرف الثاني، ولكن خصنا نكتبوا اون مينيسكيل يعني صغير. بوغ علاش كنديرو؟ بوغ ديفيرونسي او بيان بوغ ديستانغي، يعني باش نميزو اونتر دو اتوم كي كومونس باغ لا ميم لتر، يعني دو اتوم دون لو نون كومونس باغ لا ميم لتر كيبداو. نعطيك مثال ومن بعد نعطيكم امثله باش تفهموا. اكزومبل هاد الامثله غيفهموكم كلشي. دونك غنعطيك مثلا لاتوم اي لو سامبول. مثلا نبداو لاتوم الهيدروجين. هاد الهيدروجين كتبدا بالحرف الاول اللي هو اش، دونك لو سامبول ديالها هو لا بروميير لتر دو سون نون لاتان. دونك غناخدو هو الحرف الاول غيكون هو اش، ولكن نكتبو ماجيسكيل. مثلا الاكسجين الحرف الاول غيكون هو او، اذا هذا هو ماجيسكيل. ندوزو مثلا اكزامبل مثلا اخر، ناخذ الكربون، اذا غيكون عندي بطبيعه الحال الرمز هو سي ولكن يتكتب ماجيسكيل. دونك ناخذ ان اوتر اتوم مثلا ناخذ كالسيوم. دونك نمشي درت القاعده خصني ندير هنا سي، ولكن هي الجمله الاخرى بور ديفيرونسي اونتر دو اتوم كي كومونس بار لا ميم لتر خصنا نزيدو حرف ثاني ويكتب صغير اون مينيسكيل. دونك هادشي علاش غنديرو نزيدو تولي الساعه، علاش زدناها ا باش نفرقو ما بين الكربون. نقطه اخرى مثلا فليور، فليور دونك غتكون الحرف الاول هو اف ويكتب كبيرا. نقطه اخرى بالنسبه لو فير، دونك لو فير اذا الرمز ديالو خصني ندير اف، ولكن بما ان عندني لو فليور اي لو فير كومونس باغ ميم لتر، دونك هنا باش نفرقوا ما بين لو فير و لو فليور نزيدو حرف الثاني تما نديرو اف او. اذا خصك ضروري تحفظ شي حوايج ماشي تسنى كاع تعطاك الاسماء ديالهم. لو كلور اذا بالنسبه لهذا تولي سي ال، كنديرو سي اش. نقطه اخرى بالنسبه لازوت، لازوت هذا اسم جديد، ولكن نيتروجين اسم قديم، اذا كيبقى دائما الاسم القديم هو اللي خدام به. دونك غندير لا لتر ان. ندوزو لمثال اخر، دونك بالنسبه للسوفر بطبيعه الحال الحرف الاول هو اس، غندير هنا اس. ندوزو للصوديوم، الصوديوم اسم جديد ولكن ناتريوم اسم قديم، دونك غنبقاو ديما خدام الاسم القديم. دونك غندير ان، الا درت ان غتولي ليا بحال الازوت، يعني بحال لازوت نيتروجين، ولكن خصني نزيد حرف الثاني باش نمرين. دونك غتولي ان ا، دونك الصوديوم هذا هو لو سامبول ديالو. مثلا عندي بوتاسيوم، نكتفي بهذا المثال غتكونوا دابا راك فهمتوا. مثلا بوتاسيوم اسم جديد، الكاليوم اسم قديم يوناني. دونك انا غندير مثلا كا، غنختار الحرف الاول غتولي هي كا. اذا هادو بعض الامثله. ندوزو دابا لا فورمي شيميك اي موديل دين موليكيل. دونك ندوزو دابا لا موليكيل، قلنا قبيله لو سامبول اتوميك هذا كيمثل ليا لاتوم، باش لاتوم عندها لو سامبول، ولكن لا موليكيل عندها لا فورمي شيميك. اذا نحاول نضبط هادشي. دونك اول حاجه لا موليكيل اي كونستيتي او موان، باش تكون موليكيل اذا مناش كتكون، اي كونستيتي او موان على الاقل دو اتوم ايدونتيك او ديفيرون، على الاقل كتكون من دو اتوم يكونوا متشابهين، او بحال مثلا كتقولوا توما او دو، حنا غنرجعوا لهادشي، او بيان دو اتوم ولا يكونوا مختلفين ماشي مشكل، غير كيكونوا لي اونتر او، يعني كيكونوا مرتبطين في بيناتهم. نعطو امثله باش تفهم. مثلا لو ديوكسيجين الموديل موليكيلار ديالو، كنديرو الديوكسيجين كنديرو جوج كرات حمرين، الا كانت كره وحده كتسمى اتوم، ولكن انا عندي دي، يعني دي يعني دو اتوم، دو يعني دو بول روج. بالنسبه للهيدروجين عندي دو بول بلونش، يعني علاش درنا دو؟ حيت درنا وحده تكون اتوم، يعني ان هاد لا موليكي كونسيتي دو اتوم دوكسيجين، دو اتوم هيدروجين. دونك هنا عندنا لي اتوم سون ايدونتيك.
ديازوت ديازوت اذا جوج اتوم يعني ازوت كنديروا الزرق اذا غيكون جوج كرات زرقين. بالنسبه للديكلور كلور لاتوم كتكون وحده خضراء ولكن عندي دي يعني دو الديكلور يعني ثنائي الكلور غندير هنا جوج خضرين ملاصقين. مثلا ديوكسيد دو كربون ديوكسيد دو كربون ديوكسيد يعني جوج ديوكسيد جوج ديال الاكسجين يعني كيكون جوج كرات حمرين والكربون يعني كتكون كره لونها اسود دونك غتولي بحال هذا الشكل. اذا هنا عندنا لي زاتون ديفيرون اذا هذيك التتمه ديال التعريف. اذا لو لو خصكم تكون عارفه بان كره لونها احمر وملاصقين مع جوج بيضين. مونوكسيد دو كربون مونو يعني واحد اوكسيد يعني اوكسجين كربون يعني وحده راه وحده دونك غيكون الرمز ديالها هو هذا. اذا الاكسجين اذا مونوكسيد دو كربون. ميثان اذا بالنسبه للميثان كاينين دوطغ مثلا ميثان كيكون عندنا كره لونها اسود وعندنا كاتر بول كيكونوا كاتر بول بلونج يعني هادو عنده كاتر اتوم ديدروجين اي ان اتوم دو كربون. احنا مازال غنحاولوا نرجعوا لهاد الامثله بزاف من غنديروا لا فورمين. دونك اون ريبريزونت اون موليكيل باغ سا فورمي شيميك. قلنا الاتوم عندها لو سامبول ولكن بالنسبة لا موليكيل عندها لا فورميل شيميك دونك اون يوتيليزون لي سامبول دي زاتوم. غنشرح لك هذا الشيء. دونك حنا باش نديرو لا فورميل خصنا نستعملو الرموز ديال الذرات اللي حنا درناها. ايكخيغ لا فورميل شيميك ديال موليكيل اون ايكخي لي سامبول اون ايكخي لي سامبول دي ديفيرونت اتوم كي لا كونستيتي اون انديكون اوب اون با اي ا دغوات دو سامبول دو شاك اتوم لو شيف كوريسبون او نومبر داتوم. اذا غنشرح لك بمثال هاد الهضره كامله باش نكتبوا حنايا الرمز ديال لاطون. نعطي واحد ليكزومبل مثلا انا عندي لو ديوكسيد دو كربون اذا فايت لينا درنا لو موديل با موديل موليكيلار ديال لا موليكيل دو ديوكسيد دو كربون. اول حاجه قال لينا خصنا نكتبوا لي سامبول دي زاتون شكون هما لي زاتون كيل سون لي تيب داتوم اللي كاينين هنايا. عندي الاحمر وعندي الاسود يعني عندي الاكسجين وعندي لو كربون. دونك اشنو عندي غنمشي نكتبها نكتب لي سامبول في غنكتبها نبدا نكتب اول حاجه عندي لو كربون وعندي الاكسجين يعني كتبتهم. عندي دابا اون انديكون اون با اي ا دغوات دي سامبول هاد لو سامبول الاول والثاني اون با اي ا دغوات يعني في الاسفل ويمين الرمز. هل اسفل هو هادو يمين ديالو شنو كنديرو كنديرو واحد لو شيفر شنو كيبيط ليا العدد لو نومبر داتوم يعني العدد. اذا شحال عندي من كره هنايا عندي وحده دونك عندي ان اتوم دونك ولا كان واحد ما كنكتبوش اذا كان واحد ما كيتكتبش. بالنسبه للاكسجين شحال عندي من الاكسجين عندي جوج كرات دونك غنكتب سي او 2 دونك غتولي عندي سو. هذه هي لا فورميل شيميك دو ديوكسيد دو كربون. غنعطو امثله اخرين مثلا عندك ديدروجين دابا فهمتي دونك لو ديوكسيجين شحال فيها من اتوم دوكسيجين كتكون لا تسمى لا كومبوزيسيون اون اتوم عندنا دو عندنا جوج كرات بيضين دونك عندنا دو اتوم ديدروجين. لا فورمي شيميك اذا الاكسجين كنرمزو ليه بو او. لهنا عندي ليدروجين ديدروجين باردون عندنا لاتوم ديدروجين دونك عندنا ديدروجين دونك ليدروجين كنرمزو ليه بي اش دونك عندي هنا ندير هنا دو. ديوكسيجين ديوكسيجين انا عندي هنا ديوكسيجين عندي هذا هو الموديل با موليكيلا اللي شنا ياك هو هذا. دونك لا كومبوزيسيون اون اتوم اذا عندي دو اتوم دوكسيجين عندو جوج دونك لوكسيجين كنرمزو ليه بو او دونك غتولي او و اون با اي ا دغوات هنا كنديرو لو نومبر عندي دو اتوم. هنا عندي جوج كرات دونك عندي دو اتوم دازوت اذا عندي لازوت باش كنرمزو ليه بي ان نيتروجين وبالطبيعه غندير في الاسفل غندير جوج علاش لان عندي دو اتوم. بالنسبه للديكلور نفس الطريقه دابا عندي هنايا دو اتوم دو كلور دونك عندي الكلور باش كنرمزو ليه درنا سي ال دونك غندير سي ال و في اون با اي ا دغوات هنا غندير دو علاش درت دو عندي دو اتوم. بالنسبه لاش دو زو هنا عندي هذا عندي فيه حمراء وعندي جوج بيضين يعني الحمراء يعني الاكسجين وعندي الابيض هو الهيدروجين دونك هنا عندي دو اتوم ديدروجين عندي ان اتوم دوكسيجين عندي وحده اللي عندي دونك عندي الهيدروجين ها هي عندي وعندي الاكسجين كنكتبهم وحده حدا وحده. من بعد في الاسفل كنزيد العدد ديالهم عندي جوج غنكتب هنا جوج لتحت لان عندي دو هيدروجين وهنا ما غنكتب واحد لان واحد ما خصناش نكتبوه. مثال اخر كومبوز مثلا ديوكسيد دو كربون حنا درناها قبيله دونك ان اتوم دو كربون اي دو اتوم دوكسيجين اذا هذه فيت اللي درتها نحاول نسرع فيها شويه دونك عندي سي غتولي هنا عندي جو دونك قلنا كي لوسكي نيا با نيا كان سول اتوم باغ كونفونسيون اصطلاحيا اوني اونيكري با لو شيفر 1
هذه خصك تكون عارفها. دونك هنا بالنسبه للمونوكسيد دو كربون، دونك عندي كره لونها اسود ياك، عندي كره لون، دونك اناتوم دو كربون اي اناتوم دوكسيجين. دونك الكربون كنديروا ليه سي والاكسجين كنديروا ليه او، دونك الا كان واحد ما كنكتبوش. الميثان، ميثان كيتكون كيبان لك هنا، عندي اناتوم دو كربون ياك وعندي 4 اتوم ديدروجين. دونك غندير سي كربون هو سي، هيدروجين كندير هنا اش، ودونك خصني ندير هنا 4 لان عندي 4 اتوم ديدروجين. ندوزو للفقره الاخيره، كور بيغ سامبل اي كور بيغ كومبوزي. واخا اول حاجه ندوزو للكور بيغ. شنو كور بيغ؟ فايت لي درتهم نتوما كور بيغ يعني في ان سول اسبيس. دونك كور بيغ نعطيك اكزومبل، مثلا ان كور بيغ اي كونسيتي دان سول تيب اسبيس شيمي. ما معنى اسبيس شيمي؟ اسبيس شيمي يعني فيه نوع واحد. مثلا ناخذ مثلا بحال هذيك المجموعه، مثلا لاخذينا مثلا هذاك الاسباس شيمي يقدر يكون سيتادير كو دان سول تيب اتون او ديال موليكيل. نعطيك مثلا اتون، تاخذ مثلا واحد ان مورسو دو فير، واحد القطعه من الحديد كتكون غير من لو فير، ما فيها حتى حاجه، دونك راه فيها ان سول. دونك هذا كيتسمى اسباس شيميك لان في ان سول تيب داتون هو لو فير. مثلا الموليكيل ممكن ناخذ كمثال، ناخذ مثلا لو، لو مثلا الماء فيه جزيئات للموليكيل دو، يعني فيه غير الماء فقط، فيه الموليكيل غير وحده ما فيهش هذا، اذا كيتسمى هذا كيتسمى كور بيغ. باش ما يكونش كور بيغ بحال مثلا لير، لير فيه فيه لي موليكيل دو ديازوت اي لي موليكيل دو ديوكسيجين، اذا هذاك ما كيتسماش كور بيغ. ندوزو كور بيغ، ندوزو كور موليكيلار بيغ سامبل، حيت عندنا في الغالب غنهضرو على لي موليكيل. كور بيغ سامبل بالنسبه لي موليكيل، واخا كور بيغ سامبل يعني التعريف ديالو ان كور بيغ موليكيلار سامبل اي ان كو اي تان كور، يعني واحد جسم بيغ دون لي موليكيل سون كومبوزي داتوم ايدونتيك، يعني لي موليكيل خاص يتكونوا فقط من لي زاتوم يكونوا متشابهين ايدونتيك. بحالاش؟ بحال مثلا ديوكسيجين، هنا عندي هاد لا موليكيل فيها نوع واحد، يعني لي زاتوم سون ايدونتيك، عندي الاكسجين. بحال مثلا هنا عندي غير الهيدروجين، هادي موليكيل فيها غير الهيدروجين، الهيدروجين عندي الازوت ان 2 ديازوت، اذا عندها فيها ازوت فقط يعني لازوت، دونك عندي ان 2 دونك ديازوت. عندي ندوزو للتعريف الاخر، كور بيغ موليكيلا كومبوزي يعني العكس ديال هذاك. دونك ان كور بيغ موليكيلا كومبوزي اي تان كور بيغ دون لي موليكيل سون كومبوزي داتوم ديفيرون، دونك لي زاتوم خص يكونوا مختلفين، ماشي بحال قبيله او 2 ان 2 سي ال 2 الى غير ذلك. دونك مثلا هنا عندي دي زاتوم، ها عندي دو زاتوم هما مختلف، على الاقل نلقى جوج مختلفين. دونك هذا كيتسمى كور بيغ موليكيلار كومبوزي، ها هو عندي دو زاتوم مختلفين، دو زاتوم مختلفين، يقدر يكونوا ثلاثه اربعه ماشي مشكل، هذا كيتسمى كور بيغ كومبوزي. اذا كنتمنى تكونوا استفدتوا، اذا ان شاء الله ندير لكم بعض السلسله اخرين، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.